مرة أخرى التذكير بتشكيلة الميلان مساء اليوم، أبياتي أباتا زاباتا بونيرا أباتي ديشيليو دي يونغ بان خينكل مونتاري توريس هوندا منيز. كان لاعبا ولكن كمدرب يختلف الحال وكفريق يختلف الحال. أطلق حكم المباراة صافرة بداية هذا اللقاء في مسرح المباراة كارلو كاستيلان وفالدي بوري في تنفيذ الركلات، كرة تلعب داخل منطقة الجزاء. يا سلام على الرأسية، وهدف أول لأصحاب الدار. إكرام الضيف وجب، قلناها إكرام الضيف وجب، فيكرم الضيف الكبير. شوة الهدف وفرحة الهدف، يلعب فريق إيبولي محاولة التقدم من جانب ماريو راي. العرضية وينها؟ والتسديدة يا ستار من هذا الغدار بوتشاريلي، يحاول للمرة الثانية، يحاول للمرة الثانية، ولكن هذه المرة يرفضها، يرفضها بياتي. شوف العرضية من نفس المكان، من نفس الدرب ونفس السينما. وليس اسمه فيردي، تغيير التشكيل، يلعب الكرة في الأمام داخل منطقة الجزاء، بحث عن تمريرة ملعوبة، محاولة التسديد والتصدي من بياتي، التألق من بياتي للمرة الثانية. طالت يا تونس، شوف بالعادة التسديدة الموجودة أمامنا والتصدي والتألق من حارس المرمى. سجل إنزاغي هدف الانتصار أمام هذا المدرب. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة والثنائية، نعم الثنائية لفريق إيبولي، ثاني الأهداف في المرمى في غفلة وفي غمضة عين. يأتي الحاضر أمامنا ويسر العين، يسر العين. دورة إلى داخل أرضية الملعب، محاولة للتقدم وتمريره داخل منطقه الجزاء، والراسيه في الشباك الخارجيه، والراسيه في الشباك الخارجيه، مرت وعادت وكادت كادت ان تكون الثلاثيه، ولكن مرت وعادت الى خارج ارضيه الملعب. شوف الاعاده، كره موزونه بالمسطره والقلم اللقطه الماضيه على راس الحاضر امامنا فيردي، ولكن الكره في الشباك. يا هوندا، الكره للامام من جانب هوندا، ملعوبه عايده الى هوندا مجددا، الحلول الموجوده للفيلم. استلام يا امامنا والتمريره من جانب تيريس، تيريس مينيز يبحث عن تسديده، مينيز التمريره لسالي مونتاري، مونتاري التمريره، وين التسديده؟ والكره مع حارس المرمى سب الهجمه الاولى الحقيقيه والتهديد الاول للرازينيري على مرمى سيبي بتسديده، ولكن ايضا يرفضها. وهنا النظرات تقوم مقام الالسنه وتفصح عن حالها، نظرات الماضية تفصح عن الحال، تفصح عن الحال وما نراه حتى الآن في عيون كل الميلانية. اللي الأمام محاولة للتقدم من جانب ديشيليو، ديشيليو في منتصف الملعب، يلعب الكرة مجددا إلى سولي مونتاري، تغيير تجلع من جانب مونتاري، استلام من جانب تونس، مر وفات وتسديدة. يا سلام يا تونس، وينك من زمان، وينك من زمان، وطال الغياب، طال الغياب. تسديده يا تيريس، شوف الكره الماضيه، بعض من لمحات الماضي، بعض من مهارات الماضي يستحضرها تيريس في الكره الماضيه، تسديده، ولكن الحارس بالمرصد باحثه عن درب شباك إيبولي. ديشيليو يلعب العرضيه داخل منطقه الجزاء، لمن؟ للقادم من الخلف، استلام والبحث هنا عن تسديده، ولكن تاخر، تاخر مينيز. هذه ما تحتاج للتاخير والترويض، مباشرة من لمسة يا مينيز، عرضية ورأسية، ويا سلام، ظهر النينو، ظهر النينو ودون الهدف. ناديناك وناديناك فرد علينا، ما أجمل ردك وما أجمل ردك. شوف الكرة الملعوبة العرضية والرأسية، وبعض من ذكر الماضي يستحضرها تيريس ويضعها في المرمى، معانقة للشباك ومعانقة للمتعب يا تيريس. بعض من لمحات إنزاغي يستحضرها تيريس، يستحضرها تيريس برأسيته، تعانق الشباك وتقلص الفارق في توقيت مناسب للميلان. يلعب الكرة في الأمام، انطلاقة، ولكن زباتا ما زالت موجودة هنا، البحث عن التسديدة والتمريرة، ولكن مرة تعدد ما زالت قائمة، والتسديدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب مباشرة. الرد
الرد مباشرة. ياتي أمامنا محاولة للتقدم للأمام، وكان كان كان دريا بولي إلى داخل أرضية الملعب، وسولي مونتاري إلى خارج أرضية الملعب. كرة ملعوبة وتمريرة، هنا محاولة داخل منطقة الجزاء، تسديدة والكرة مع حارس المرمى أبياتي. شوب يبدأ بهجمة هنا وهجمة هنا. أروكاني، أروكاني في منتصف الملعب، فالديفوريا السلام على الكرة، انطلاقة في الأمام وتسديدة. وين يا راجل وين؟ وين يا راجل وين؟ هذه الكرات لا تتهادى بسهولة، لا تتهادى بسهولة. مرة تعدت الكرة، شوف الحاضر أمامنا فرانشيسكو تافانو حاول فيه كرة مباشرة، لمسة تصل إلى مينيز، مينيز يتقدم للأمام، مر من اثنين، المرور في الجملة كما هو معتاد، ومن الثالث يا السلام يا مينيز، يتقدم للأمام والتسديدة، يا السلام يا مينيز، سلام يا مينيز، تسديدة ممتازة ولكن في أحضان حارس المرمى سيبي. مجهود جبار، مجهود جبار، ولكن هل هو حل ثابت؟ كامل بمجموعة كاملة، واسألوا أتلتيكو مدريد العام الماضي. التمريرة ملعوبة، محاولة هوندا وتسديدة، يا السلام يا السلام يا هوندا، ثاني الأهداف لصالح الميلان، ومعادلة النتيجة. وقطار الشرق الآسيوي جاي من بعيد، جاي من بعيد، يضعها في المرمى ويعادل النتيجة، ثاني الأهداف لصالح الميلان. شوف التحرك من غير كرة بصورة ممتازة، مرور بصورة رائعة، نظرة ولقاء ومعانقة للشباك، وثاني الأهداف للضيف، لقطة ممتازة، والحلول الفردية والمهارات الفردية حتى الآن تسعف الميلان، تسعف الميلان، إن كانت عن طريق توريس بيرال. كرة ملعوبة في منتصف الملعب من جانب ديونغ، ديونغ والتمريرة للأمام، يا سلام المرور يأتي لأمام عن طريق بولي، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، توريس وين المرور؟ مر وعدا، إنه يقدم ماشي وجاي، وين التمريرة؟ وينك يا ميناز؟ يا ستار، يا ستار من هذه اللعبة، مهارة جميلة في اللقطة الماضية، وكما ذكرنا توريس يستعيد استعيد جميلة في الكرة الماضية. شوف الإعادة، ماشي جاي، مهارة بأجمل ما يكون، مهارة بأجمل ما يكون. مرة تعدت الكرة الماضية وفي القاع، في العارضة، في العارضة ترفض لمينيت، لعبة لو كملت، لعبة لو اكتملت كانت تضاف لقاموس المهارة وجمالية الأهداف. عن طريق كروشي مرور، يا سلام بصورة ممتازة، وهنا تمريرة ملعوبة، فرناندو توريس تسديدة، ولكن مرت تصل إلى أباتي، أباتي يحاول فيها تقدم، والكرة البينية والفرصة ضاعت، ضاعت، ضاعت على توريس، وضاعت الثنائية عليك يا فرناندو. شوف بالإعادة، تمريرة ما أجملها، وتحرك أجمل من التمريرة، ولكن بعد ذلك غمزها في المرمى وأبت ورفضت الكرة الماضية وجاورت، جاورت مجددا. كروشي يوديها وين؟ يلعبها للامام الى ماكروني، ماكروني يتقدم والتسديده، ولكن هذه ما تمشي مع حارس المرمى ابياتي، لا تسمن ولا تغني من جوع مع ابياتي. اجتماع على الكره، مينيز، ديونغ وهوندا، هوندا يلعبها خطيره، مرت وعدت، مرت وعدت الى خارج ارضيه الملعب، حاول كانت تشوف من جانب هوندا، اقتربت ولكن جاورت، جاورت القائم إلى خارج أرضية الملعب. روما بواقع ما رآه أن روما لقب الدوري محصور بين روما وبين اليوفي. هذا كلام مارتشيلو ليبي. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة للرأسية من جانب هوندا وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. دلوقتي أعوام مستقبلية، أمر جميل جدا، ولكن هذا اللي يؤرقهم أنه حتى الآن شخصية الفريق في المباريات الماضية، نعم انتصروا أكثر مباراة، مباراتين، ولكن شخصية الباحثين عنها لم يجدوها. هذا حال كثير من الجماهير الكبيرة العاشقة والمتيمة بحب الميلان. وفي هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، تأتي صافرة الختام لحكم المباراة السيد جان باولو كالفاتسي، معلنا عن التعادل الإيجابي بين الفريقين، هدفين لكل منهما. بهذه النتيجة فريق إمبولي يتحصل على نقطة ويصل إلى نقطتين لفريق إمبولي، بينما ويصبح في المركز 17 متساوي مع ساسولو، بينما الميلان نقطة يتساوى مع هيلاس فيرا.